ربنا بيستجيب. حقيقة أحبائي كتير مننا بيختلط على الأمر. طب ما احنا يا ابونا كتير بنطلب ربنا ولا يستجيب، وأحيانا يتأخر، بالرغم يا ابونا اللي احنا بنصلي وبنصوم ويعني مفيش استجابة. معنى يستجيب لك الرب يعني يحل كل إشكالاتك بطريقته، يرتب أمورك، يعطيك ما ينفعك، سواء اللي انت بتطلبه هو اللي بينفعك أو متغير بعد الشيء أو يعطيك عكسه. طب ليه يا رب تسمح بكده، ده أنا عايز كذا. الله يعطيك ما ينفعك وليس ما تطلبه أنت، إلا إذا كان ما تطلبه أنت هو النافع. ده إحنا في حياتنا اليومية وفي علاقتنا مع الناس بنطلب طلبات بنظن إن هي نافعة لينا. تخيلوا أحبائي مثلا واحد درسه وجعه قوي، أو واحدة درسها وجعها قوي، أخدت كتافلام وأخد كتافاست وأخد مسكنات، درس وجعنش، يوم اتنين تلاتة راحت للدكتور تقول له من فضلك دكتور اخلعه، أنا بقول لك اخلع درسي مش قادرة، أنا درس وجعني مش عايزة من كتر الألم والصراخ، مش قادرة تتحمل، مش قادرة تتحمل. ولكن الدكتور الحكيم والدكتور المتخصص ما يستجبش لطلبي، لكن يعمل ايه؟ يشوف حالة الدرس. الله، ده في حاجة صغيرة عايزة تتنظف، ده في سوسة هي اللي عاملة كل الألام ديت، ويبتدي ينظف السوسة ديت ويبتدي يحط حشو نظيف، يرجع درسي تمام وأقدر أعتمد عليه. طب تخيلوا لو كنت خلعت الدرس، كان في جزء كتير مش هيتمضغ كويس. فأحيانا إحنا بنطلب طلبات حسب راحتنا، لكن الله بحكمته يدينا ما ينفعنا، وإذا كان على مستوى يعني العيادة أو الدكتور.